ظاهرة فلكية رح نشهدها ب 8 يناير كانون الثاني 2024، فحيكون مساء القمر بطول الهلال المتناقص وعم يقف لجوار نجم قلب العقرب، وكل من كوكب الزهرة يلي عم يلمع بلون ابيض واضح، وكوكب عطارد يلي عم يلمع بلون مائل للاصفر. بننتقل لحالة الطقس، عم تستمر درجات الحرارة على معدلاتها بحوالي 3 ل 6 درجات مئوية، والجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام، وعم يتحول غائم فوق المناطق الساحلية تصير فرصة مهيئة لهطزخات من المطر على المناطق، وسادمي مغبر بالمناطق الشرقية والجزيرة وأيضا البادية، وليلا عم يستمر الجو بارد. أرياح جنوبية شرقية على المناطق الشرقية والجزيرة وجنوبية غربية على باقي المناطق، خفيفة لمعتدلة، عم تتراوح سرعتها 50 كم بالساعة. أما عن الرطوبة فعم تتراوح بين 55 وال 85%، والبحر خفيف ارتفاع الموج، ودرجة حرارة المي 21 درجة. من ثلاث أصل العاصمة دمشق يلي عم تكون أجواء فيها غائمة جزئيا، وعم تسجل فيها العليا 18 درجة. رح ننتقل على المحافظات السورية، ورح نبدأ مثل العادة أولى جولاتنا من المنطقة الجنوبية. الأجواء عم تكون غائمة جزئيا، بسويدا عم تسجل 16، بدرعا عم تراوح بين 9 و 19 درجة، وبالقناطرة عم تراوح بين 7 و 16 درجة. رح كفي هلا على المنطقة الوسطى على حمص وحما، فالأجواء عم تكون ماطرة وعم تسجل بحمص 16، أما بحما عم تراوح بين 9 و 17 درجة. رح ننتقل هلا على المنطقة الساحلية على طرطوس اللاذقية ولواء اسكندرون يلي كمان طقس فيها مهيئ لتساقط امطار، والعليا بطرطوس واللاذقية عم تسجل 20 درجة، وبلواء اسكندرون عم تسجل 18 درجة. رح ننتقل هلا على المنطقة الشمالية على ادلب وحلب، فالاجواء كمان ماطرة وعم تسجل العليا بادلب 16، وبحلب عم تتراوح بين 8 وال 15 درجة. اخيرا مثل العادة بدي اختم جولتي بالمنطقة الشرقية رقة الحسكة ودير الزور، فالاجواء غائمة جزئيا، عم تسجل العليا برقة والحسكة 15 درجة، وبدير الزور عم تتراوح بين 9 و 17 درجة. أخبار الطقس اليوم خلصت، لاقوني بكرة بخير.